بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صورة كل واحد فينا هي الطريقة الوحيدة اللي احنا بنقدر نعرف بيها بعض. يعني في الغالب لو أنا شفت صورة واحد بقدر أعرفه، لو شفت جسمه من غير رقبته مثلا أو من غير وشه ممكن ما أعرفهش. عشان كده لما بنيجي نعرف أي حد بيبقى فيه بطاقة التعريف، أو بيبقى مثلا الرخصة بتاعة القيادة بيبقى عليها صورة الواحد، أو الباسبور بيبقى عليه الصورة بتاعته. برضو من منظور تاني، لما ربنا خلق العالم وحب يعرف نفسه للإنسان جه عشان يعرفنا بنفسه، لأنه قبل كده كان الله غير معروف وربنا ما نعرفوش، مش قادرين نتفاهم بالظبط هو ايه. لكن عشان كده ربنا جه العالم وشبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. طيب لو جينا نتكلم على السيد المسيح ونقول صورة السيد المسيح، ايه الحاجة اللي ممكن الواحد يشوفها في صورة السيد المسيح؟ وهل صورة السيد المسيح هي صورة يعني بالنسبة لنا تعتبر مهمة، ولا هي مجرد تعبير عنه؟ ممكن برضو نبص للموضوع نقول طب السيد المسيح في مثلا بالنسبة للناس في أفريقيا ممكن يصوروه شكله أسود. في كل واحد ممكن يرى السيد المسيح برؤية مختلفة. قريت كتاب بيتكلم عن العلامة أوريجانوس وبيقول انه الناس، في واحد كان بيوصف السيد المسيح شافه في الوقت ده وعصره وتنقلت المعلومة، فبتقول بيقول ان اللي كان يبص على السيد المسيح ممكن يقول انه شكله بيتغير، او ممكن يقول ان واحد يشوفه بصورة غير واحد تاني يكون بيبص عليه. ويمكن دي بتكون بتعبر على انه حسب حالة كل واحد وعلاقته بالسيد المسيح ممكن يشوفه في شكل مختلف. طب احنا الكتاب بيقول ايه على حكاية صورة السيد المسيح؟ بيقول مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. طب ده معناه، هل ده معناه أن صورة المسيح مهمة لنا وأنه إحنا هنشبهه بصحيح؟ أعتقد أنه صورة المسيح مهمة جدا لنا، لأنه ربنا لما كلمنا قال اتعلموا مني، قال أنا عايز أكون في جثامني أو في بستان جثيماني، وهو بيصلي قال وهو بيصلي للآب بيقول أنا عايزهم يكونوا واحد معايا زي ما أنا واحد معاك. ولو تفتكروا لما توما الرسول سأل ربنا قال له طب أرنا الآب وكفانا، قال له أنت إزاي بتسألني السؤال ده؟ هو أنت مش عارف أنه أنا في الآب والآب فيا، وأن اللي شوفني يبقى شاف الآب؟ فعجيب قوي بولس الرسول لما يقول أنه ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، لأنه ده معناه انه اللي يشوف المسيح يبقى كما لو انه شاف الاب، لانه هو خبر عن الاب. ويعتبر كمان ان اللي يشوفنا احنا يشوف السيد المسيح. فهنا تيجي اهمية صورة السيد المسيح بالنسبة لنا، مش بس صورة بنشوفها ونتأمل فيها روحيا، لكن هي تنطبع في داخلنا ونكون إحنا والسيد المسيح واحد. بمعنى إن اللي يشوفنا يشوف السيد المسيح،
وده هو أهم حاجة في الحياة. ليه دي أهم حاجة في الحياة؟ لأنه ربنا يسوع المسيح قال أنا جيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. في نفس الوقت اللي هو قال كده قال أنا هو الطريق والحق والحياة. إذا كان السيد المسيح هو الحياة، وإذا كنا إحنا أخذنا الروح القدس في سر الميرون، وإذا كان السيد المسيح بيقول إن اللي يأكلني ويشربني يثبت فيا وأنا فيه، فإذا السيد المسيح لازم الكاركترستيكس بتاعته تكون فينا، ليست الصفات اللاهوتية وإن كان يعني بصورة مقربة، لكن كل صفات السيد المسيح يفترض إن هي تكون فينا. إذا إحنا عشنا كده، ده معناه إن إحنا هي دي الحياة الأفضل، هي دي هو ده الفرح الحقيقي، هي دي السعادة الحقيقية، هي دي الحياة الأبدية اللي ربنا كلمنا عنها واللي إحنا بنحياها من دلوقتي. هو قال أنا الأول والآخر، قال أنا البداية والنهاية، قال أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الباب، أنا هو النور. إذن إحنا هدفنا إن إحنا نكون صورة السيد المسيح. ودي بتفكرني بحاجتين. الحاجة الأولانية، لما إحنا بنبص على حامل الأيقونات في الكنيسة ونبص على صور الرسل، هنلاقي إن صور الرسل كلهم يشبهوا بعض، وهنلاقيهم برضو في نفس الوقت بيشبهوا السيد المسيح. يعني ساعات الواحد يسأل يقول إيه ده، هو الرسام معرفش يعملهم مختلفين قوي؟ يعني هنلاقي إنه في المقصود أو في قصد الفنان القبطي إنه الرسل والسيد المسيح يشبهوا بعض على نفس المبدأ اللي قاله بولس الرسول هنا، إنه مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وإحنا كمان هنكون إخوة كثيرين للسيد المسيح. طيب إذا كانت صورة السيد المسيح مهمة لدرجة إن إحنا لازم نبقى زيها، طب نعمل إزاي الكلام دوت؟ إزاي نكون إحنا صورة السيد المسيح؟ وإيه اللي نعمله علشان نكون صورته؟ في أربع حاجات بنعمة المسيح عايزين نتكلم عليها. الحاجة الأولى هي آمن. آمن. آمن بالسيد المسيح. آمن يعني إيه آمن؟ هقول يعني إيه آمن. في عبرانيين 11:6 بولس الرسول بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن به، يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. هقولها تاني، ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. احنا لازم نعرف بالظبط احنا بنؤمن بمين. احنا بنؤمن، مش هتكلم على الناحية اللاهوتية من ناحية التثليث والتوحيد او الاب والابن والروح القدس، لكن من الناحية الروحية احنا كلنا عارفين ان ربنا موجود، عارفين ان ربنا بيسمع وبيعمل، عارفين ان ربنا حي، عارفين ان ربنا بيملأ الكون ولا يخلو منه مكان، وما كانش فيه زمن من الأزمنة ربنا ما كانش موجود فيه. عارفين كمان من صفات ربنا ان هو قوي وجبار، عارفين كمان عنه ان هو متواضع ووديع، عارفين ان هو حنان، عارفين ثلاث صفات أساسية شفناها في ربنا لما تعامل مع جده آدم. لما جده آدم وجدتنا حواء أخطأوا لربنا، وثلاث صفات الكاركترستيكس ديت بتعجبني جدا وبحس فيها
بسلام وبأمان كتير، إنه ربنا أول حاجة عملها معاهم إنه سترهم. لما اكتشفوا إن هم عريانين سترهم. فصفة من صفات ربنا الأساسية إن هو بيستر، بيستر علينا كلنا. بنغلط بأفكارنا، بنفكر، بنغلط بمشاعرنا، بنغلط بحاجات كتيرة، لكن ربنا بيستر. لما جدودنا أخطأوا، آدم وحواء، ربنا سترهم. بس بعد لما سترهم صلح خطأهم، صلحوا في الصليب، صلح خطأهم في الصليب. ولما صلح خطأهم في الصليب غفر، غفر. الثلاث صفات دولت من الصفات الأساسية واللي دايما احنا لازم نكون فاكرينهم وشايفينهم قدامنا، لأنه احنا بنغلط كتير بس ربنا بيستر. بس لما نغلط ما نفقدش الأمل، لأنه ربنا اللي ستر جدودنا يسترنا. وكمان ساعات الواحد بيغلط وتبقى مش في إيديه إنه هو يصلح الموضوع بصفة كاملة، لكن ربنا بيصلح. يعني لما الواحد يغلط ويبقى مش قادر يقول له يا رب أنت صلح، صلح أنت بالنيابة عني، أنت أبويا. والجميل إنه ربنا بيغفر، وإحنا كلنا يا بختنا بسر التوبة والاعتراف وسر التناول من جسد ودم ربنا، لأنه فيه الغفران. كمان من صفات ربنا إن هو ضابط الكل، ودي بتدي للواحد سلام. إنك صحيح ما عندكش كنترول على حاجة في العالم ولا ساعات الواحد على نفسه، لكن ربنا ضابط الكل. وكون ربنا ضابط الكل، إحنا عندنا أب نرجع له ونكلمه ونطلب منه. ربنا كمان صاحب الحكمة والتدبير، هو الحكمة. ربنا لما الواحد يكون بتنقصه الحكمة نرجع له نقول له اطلب، نطلب منك يا رب تدينا حكمة عشان نقدر نعيش، أو أنت تعامل بالنيابة عننا. كمان من صفات ربنا الجميلة إن هو عادل وحقاني، فالواحد ما يخافش لما بيضيع حقه، لما بيتظلم، عارف إنه مفيش حاجة هتضيع، وإن ربنا هو بيقول لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. من الحاجات الحلوة كمان إن ربنا بيبارك. البركة دي صحيح لما الواحد يقعد يتأمل في البركة يبقى مش قادر يفهمها، يعني إزاي، يعني يعني إيه البركة؟ عجيب ربنا في العهد القديم لما اتكلم وقال قدامك طريقين، واحد تاخد فيه البركة واحد تاخد فيه اللعنة. دايما لما الواحد يقرأ الإصحاح ده أعتقد في ليفيتيكس يتعجب يعني، لكن الواحد شاف في حياته بركات غير عادية ما كانش يفهمها وما كانش يستوعبها، لدرجة انه من عطايا الله على الانسان انه ممكن يعطيه حتى بركات ما كانش الواحد يحلم بيها، لكن ربنا بيدي. وشفنا البركة في حياة ابراهيم ابو الاباء، وفي حياة ابنه اسحاق، وفي حياة يعقوب. حتى لما إبراهيم أخطأ ربنا دافع عنه، حتى لما إسحاق عمل زي ما أبوه عمل وقال على رفقة إنها أخته، ربنا برضو دافع عنه. فالحقيقة جميل قوي إن الواحد يشوف البركة، البركة مثلا في حياة إسحاق وفي حياة إبراهيم، لدرجة إنه المحاصيل بتاعتهم أو المواشي بتاعتهم كانت كترت أكتر بكتير، لدرجة أن أبي مالك في الوقت ده قال له أنت اغتنيت أكتر مننا وقويت أكتر مننا، فامشي ابعد بعيد عننا، قال كده لإسحاق. فجميل ربنا قوي في كل صفاته وفي كل وعوده. علشان كده لازم نبقى عارفين إحنا مش بنتعامل مع حد ضعيف، أو مش بنتعامل مع حد غير قادر، لكن الله قادر.
كمان نبقى عارفين عن ربنا إن هو إدانا الحياة، والحياة دي فرصة. الحياة فعلا فرصة. أنا دايما أفتكر أمنا إيريني لما كانت تقول للرهبات إنه يا بختكم أنتوا عندكم وقت تقضوه في الصلاة، يعني تشبعوا تستمتعوا بربنا، مع إن الواحد فكره بيبقى مشغول طول الوقت في الشغل أو في أي أمر من البيزنس أو بالأسرة أو لأي سبب من الأسباب. لكن كل فرصة ربنا مديها لك في الحياة مهم قوي إنك أنت تستفيد منها في الاستمتاع بالسيد المسيح. عايز أقول حكاية أنا بيرسونالي شفتها على حكاية آمن. آمن بالكلام اللي ربنا قاله. يعني مثلا لما ربنا قال ليضيء نوركم قدام الناس، طب هو احنا لينا نور؟ فين النور ده يا رب؟ انا مش شايف النور اللي فيا. كنت مره في دير الانبا انطونيوس زمان قوي، وكان معايا واحد صاحبي، كنا بنقضي خلوه في الدير، واب اعترافي في الدير احد الاباء قال لي عاطف روح خد بركه ابونا الرئيس قبل ما يسافر بوش. أبونا الرئيس وقتها كان اسمه أبونا إبسخارون، يمكن سمعتوا عنه أو شفتوه في فيلم اتعمل عنه. المهم أنه إيه، أبونا إبسخارون كان في القصر. القصر هو المبنى الكبير على إيدك اليمين وانت داخل من بواب الدير الأنبا أنطونيوس. قلت له حاضر يا أبونا هنطلع ناخد بركته. فروحت أنا وصاحبي طلعنا فوق ودخلنا القصر من ناحية الساقية اللي فيكو عارف دير الأنبا أنطونيوس. فدخلنا من الباب وأبونا إبسخارون كان قاعد في آخر أوضة على اليمين. فدخلنا، كان في اللحظة دي أبونا إبسخارون خارج من الأوضة بتاعته. سلمنا عليه بوسنا إيديه وهو خرج من الأوضة وقعد على أول باب على شمال الأوضة، وأنا قعدت في وش يعني في ظهر الحيطة من الناحية التانية، وصاحبي قعد بعد كرسي من أبونا. وأبونا ما بيتكلمش كتير، أو يعني بطريقة أو أخرى ما بيتكلمش خالص، هو قاعد ساكت. فإحنا قعدنا ساكتين، بس مجرد تقعد في حضرة أبونا، عشان إحنا بنقول إيه، الموضوع كله على صورة المسيح وعلى النور بتاع المسيح اللي مفروض احنا نعكسه للناس او نشابه ربنا يسوع المسيح في صورته. سادنلي واحنا قاعدين النور اتقطع. في الوقت ده كان النور بيشتغل بمواتير جنريترز تولد الكهرباء شوية، وبعدين بيطفوها على الساعة 9 تقريبا بالليل. فالمهم ده كان بعد الغروب بشوية ونور اتقطع، فقعدنا في الضلمة. فأنا وإحنا قاعدين في الضلمة سادنلي ببص على أبونا إبسخارون فلقيته منور. فأنا كنت بلبس نظارة في وقتها، فقلت يا ربي أنا مش هو إيه اللي أنا شايفه، وقلعت النظارة ما شفتش حاجة خالص لأني ما كنتش بشوف، يعني very very short sighted. I had myopia. I was myopia يعني. فلما حصل كده قلت لا ده يمكن انعكاس ضوء من بره، رحت لابس النظارة تاني. أبصيت على أبونا إبسخارون شايف حواليه هالة من النور، زي مثلا ما بتترسم صور القديسين وحواليها كده هالة من النور. ده بالظبط اللي أنا كنت شايفه، بس نور يعني عجيب شوية. فقلت طب برضو احتمال انعكاس ضوء من بره، خليني أبص على صاحبي. صاحبي قاعد جنبه، فبصيت على صاحبي لا ما لقيتش النور، لقيت الدنيا مظلمة. المهم قلت يا واد ايه اسكت وصلي وما تتكلمش. فقعدت ساكت أصلي في سري لغاية لما النور جه بعدها بشوية وخرجنا وخدنا بركة أبونا إبسخارون ونزلنا. ومرضتش اتكلم خالص، بس بعد كده في مرة من المرات كنت في الدير، فالأنبا يوستوس
رئيس الدير أو أسقف الدير، فكان بيسألني لو أعرف حاجة أحكيها، لأن دير أنبا أنطونيوس كانوا بيكتبوا كتاب عن القديسين الآباء اللي عاشوا في الدير، فحكيت له الموقف ده. اللي أنا عايز أقوله إنه امتلاء الواحد من الله في داخله بينعكس للخارج. فالنقطة الأولانية اللي احنا بنتكلم عليها في موضوعنا النهاردة هي آمن. فآمن وانت هتشوف العجب في الحياة. النقطة التانية اللي نتكلم عليها هي اقبل. اقبل، بيقول في عبرانيين 12:28 بولس الرسول: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. طب اقبل ايه بقى بالظبط؟ احنا النقطة الاولانية قلنا عليها آمن. آمن بربنا، آمن بصفات ربنا، آمن بوعود ربنا، آمن بتعاليم ربنا، آمن بـ 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 بترتيب الكنيسة وتسليم الكنيسة لكل التعليم على مدار العصور، آمن بكل كلمة بكل حرف. دي النقطة الأولانية كانت آمن. طب النقطة الثانية اقبل، اللي هم أربع كلمات وكل كلمة فيهم بتبتدي بحرف ألف. آمن، اقبل. اقبل إيه؟ اقبل ربنا، اقبل الوصية، اقبل نفسك، اقبل الآخرين، اقبل ظروفك، اقبل الوضع اللي انت عايش فيه. يعني ربنا ادالك أسرة، اقبل الأسرة. ربنا ادالك جسد، اقبل الجسد اللي ربنا ادهولك. ربنا ادالك شكل، اقبل شكلك. ربنا ادالك وضع اجتماعي معين، اقبله. ربنا ادالك وضع مادي معين، اقبله. كتير قليل، اقبل. اقبل دي فيها نوع من انواع التواضع، وفيها نوع من انواع التسليم. يعني امنا العذراء مريم لما ظهر لها الملاك وكلمها وقال لها، قالت له في الاخير ايه؟ ليكن لي قولك. قبلت، هو ذا انا امة الرب. قبلت، قبلت. واحنا كمان لازم نبقى عارفين ان ربنا في معاملاته معانا او مع اي حد ما بيفرجش، هو بيسال. لو تفتكروا في كل المعجزات اللي ربنا عملها كان بيسال، طب انت عايزني اعمل لك ايه؟ طب انت عايز تخف؟ لذيذ قوي ربنا في اسلوبه الرقيق في المعامله مع كل واحد. ربنا لذيذ قوي في المعاملة مع كل واحد بيقبل، كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف بضعفه، كل واحد عارف بهو مين بالظبط. فاقبل كل اللي ربنا مديهولك في حياتك، اقبل كل العطايا اللي ربنا مديها لك وقدرها، وقدر العطايا اللي ربنا مديها لك واشكره عليها. اقبل كل حاجة ربنا مديها لك في حياتك، المكان اللي انت عايش فيه، اللي حواليك، الناس اللي بتتعبك اقبلهم، الظروف الصعبة اللي ممكن تكون بتضايقك وبتخليك في أرق أو بتخليك مش مرتاح، اقبل. وثق إنه كل ما أنت بتقبل كل ما أنت هتشابه السيد المسيح. ليه؟ لأنه السيد المسيح الأقنوم الثاني قبل أن يخلصنا، قبل إنه يتنازل، قبل أن يخلي ذاته، قبل إن هو يموت، قبل وعاش بهذا القبول في فترة حياته على الأرض. فاقبل هي النقطة التانية من أربع نقط نقدر لو إحنا فعلا عشناهم نشابه صورة السيد المسيح. طيب النقطة الثالثة هي انكر. انكر،
النقطة التانية كانت اقبل، والنقطة التالتة هي انكر. طب في لوقا 9:23، وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. أنا عايز أتأمل شوية في حكاية إنكر دي، لأنها ضرورية جدا للحياة. دايما حط ربنا وانت اتعامل في حياتك كلها، أو اتعاملي في حياتك كلها مع ربنا أكتر من لما يكون الواحد بيتعامل مع اللي حواليه. لو قدرنا نتعامل مع ربنا في كل موقف مش مع الناس، هيكون لينا وضع مختلف خالص في حياتنا، وفعلا هنشابه ربنا، لأنه ربنا هيدينا نعمة إن احنا نشابه. أنكر إيه بالظبط؟ أنا ممكن أقول طب أنا في الموقف الفلاني أنا عايز كده. كويس، ده حقك، حقك إنك أنت تقول أنا عايز أعمل الكذا، ده رأيي وأنا عايز أنفذ كذا. جميل، لو عملت كده بمعزل عن رأي ربنا في الموقف ده، تبقى أنت مش بتنكر ذاتك، تبقى أنت بتصر على ذاتك. فإذا في الموقف اللي زي كده الواحد يقول طب أنا رأيي كده، بس ربنا بيقول إيه؟ وهناك أمثلة بسيطة خالص، مثلا أنا متنرفز على واحد وعايز أنتقم منه، بس ربنا بيقول لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. أو بيقول لا تنتقموا لأنفسكم بل دع مكانا للغضب. فإذا في كل موقف لي رأي فيه، خليني أقول طب أنا يا رب رأيي كذا، بس أنا عارف أنت قلت كده في وصاياك، فأنا مش هعمل برأيي، أنا هعمل بوصيتك. مثلا جاني مرتب أو جاني دخل معين، الوصية بتقول إنك تدي البكور والنذور والعشور. فأنا هاجي أقول لا، أنا البكر الدخل ده لا أنا عايزه. كويس، مش قادر إن أنا أديه لربنا، بس ربنا بيقول تديني البكور، يبقى رأيي ورأي ربنا. طب أنفذ مين، رأيي ولا رأي ربنا؟ يبقى دايما أروح على الموقف، سواء كان الرأي أو كمان لو كان الفكر. فكري مثلا رايح في شهوة معينة، طب أنا عارف ربنا مثلا قال لا تشتهي، أو لا تشتهي مثلا لو كانت الفكرة رايح في شهوة جنسية، أو امرأة قريبك، بيقول الكتاب ولا تشتهي امرأة قريبك. يبقى أنا أسيب فكري يمشي في الاتجاه ده، ولا أقول يا رب يا رب أنت قلت لنا أن الواحد يسلك في نقاوة القلب، أن الواحد يسلك في طهارة، وأن الواحد لا يشتهي امرأة قريبه، وأن الواحد عينه تبقى مليانة بالبساطة وبالحب. يبقى إذن ما خليش الفكر يجري، أوقفه في الأول على طول علشان أقدر أغلب كلمة ربنا جوايا، وأنكر أنا رغبتي الداخلية اللي هي خطأ. في الإرادة أو هرجع تاني للفكر، بيقول إيه؟ مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. إذن كل فكر لازم يبقى بينكر ذاته ويخضع للسيد المسيح. الإرادة نفس الحكاية، أنا عايز أعمل الموضوع الفلاني، بس ربنا بيقول لو عملت كده تبقى غلط. أنا عايز أخد الحاجة الفلانية، طب دي مش بتاعتك، هتاخدها ليه؟ يبقى ما تسرقش، تاخدش حاجة. نفس الحكاية في الكلام، أنا ممكن أتنرفز على واحد وأتكلم سلبا، أو ربنا وأتكلم على واحد في غيابه، ربنا بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، أو هتدخل فيما لا يعنيني. طب ليه؟ أو هبص على حاجة مش من حقي أبص عليها، أو ليا رغبة في حاجة مش بتاعتي، رغبة في حاجة مش من حقي. إذن في كل شيء من الحاجات دي، الرأي، الفكر، الإرادة، الكلام، النظر، الرغبات، حتى في المشاعر،
انا متغاظ من واحد لانه عمل فيا وهذا. واحد خدت له هدية وهو لما جاني ما جابليش هدية فأنا متغاظ. ربنا بيقول إيه؟ يبقى أنا دايما في العلاقة أنا مع ربنا. في الكتاب يقول لك حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. هو أنت فين؟ مش شايف ربنا اللي أنت واقف قدامه؟ لا، ده هو حايش عايش وربنا قدامه طول الوقت. يعني داود النبي بيقول جعلت الرب أمامي كل حين لأنه عن يميني حتى لا أتزعزع. فأنت في علاقتنا كمبدأ في الحتة دي، انكر نفسك وخلي السيد المسيح قدامك وتعامل معاه هو، مش مع الناس ولا مع نفسك. مش بإرادتي لكن بإرادة الله، مش بفكري لكن بفكر الله، مش بكلامي لكن بكلام الله، مش بمشاعري أنا حتى لو هي بتتعبني، لكن لازم آجي على نفسي، لازم أعمل بإرادة الله أو بفكر الله. فإذن دي النقطة الثالثة، إنك تنكر ذاتك. وإنكار الذات برضو بيشبهنا بالسيد المسيح، لأنه السيد المسيح قال عن نفسه أنا ما جئت لأصنع إرادتي بل إرادة الذي أرسلني الآب الذي في السماوات. يعني فإحنا بنفس المبدأ واللي هو علمنا، قال اتعلمه مني، هو ما جاش يعمل إرادته أز إف إنه إرادته بتختلف، لكن هو في لما كان بيصلي ربنا قال له إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، إن شئت، لأن فيها ألم، لكن في نفس الوقت هو خضع لإرادة الآب. وده كمان احنا محتاجين نعمله عشان نخضع لربنا وننكر ذاتنا. يبقى النقطة الأولانية اتكلمنا عنها هي آمن، النقطة الثانية اقبل، النقطة الثالثة انكر، والنقطة الرابعة والأخيرة هي التصق. التصق. الكتاب بيقول المحبة في رومان 12:9، المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ملتصقين بالخير زي ما ربنا قال كونوا قديسين زي ما أنا قدوس، وكاملين زي ما أنا كامل. طب إزاي نعمل إيه؟ يعني أول حاجة لازم الواحد يبقى عارف أن الهدف الحقيقي في الحياة هو ربنا. إيه لازمة أن الواحد يعيش ويموت ومعرفش ربنا؟ يبقى خسرت دنيتك وخسرت آخرتك. الهدف الأول والأولوية تكون لربنا في كل شيء أنت بتعمله. عايز تعيش فرحان التصق بربنا، عايز تروح السماء التصق بربنا، عايز تعيش ناجح التصق بربنا، عايز الناس تحبك، مش لازم كل الناس يعني، لكن التصق بربنا. عايز تعيش فرحان حتى في الظروف الصعبة التصق بربنا. عايز تعيش الحياة الأفضل اللي ربنا قال عنها التصق بربنا. فإذا التصق بربنا يبقى ده الهدف الأول والأخير. طيب عشان فعلا تقدر تعمل كده، ما ينفعش انك انت تبقى ستاتيك او تبقى واقف عند النقطة دي، لازم يبقى فيها نمو. يبقى اذا لازم يبقى عندك برنامج انك انت تنمو في القداسة. احنا مفروض نكون قديسين. على فكرة القداسة مش حاجة لاكجري، القداسة شرط اساسي لدخول السماء. القداسة طلب واضح من السيد المسيح لكل ولاده، كونوا قديسين، كونوا كاملين زي ما انا كامل. اذا انا لازم عشان اقدر اوصل للحتة دي، مش ممكن هقدر اوصل لها لوحدي، استحالة استحالة، لانه ربنا قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. والكتاب بيقول في العهد القديم في المزامير، إن لم يبني الرب البيت فبطلا تعب البناء، إن لم يحرس الرب المدينة فبطلا سهر الحراس. إذن إحنا محتاجين نلتصق بربنا، التصق بربنا، ومحتاجين
ننمو في علاقتنا مع ربنا. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ لازم يبقى عندي برنامج روحي. برنامج روحي مدته حياتي، مدته حياتي، بتدرج بإرشاد أبويا الروحي فيه لأصل لأن أنا أكون قديس، ولأصل أن أنا حتى بعد لما أكون قديس أنمو في القداسة لأشابه ربنا يسوع المسيح، بحيث أن اللي يشوفني يبقى شاف السيد المسيح. بيعجبني الحكاية بتاعت أنبا أنطونيوس لما راحوا شوية من تلاميذ يتكلموا معاه، وكان ضمنهم واحد من الآباء كان اسمه الأنبا يوسف، والأنبا يوسف قعد ساكت ما اتكلمش خالص. ففي آخر القعدة الأنبا أنطونيوس سأله، قال له يا أنبا يوسف أنت ما يعني ما اتكلمتش، فقال له يكفيني رؤياك يا معلم، يعني يكفيني رؤيتك يا أبي. إذن القداسة بتنعكس، إذن صورة السيد المسيح بتنعكس، إذن مجرد أنك أنت تتطلع لحد مقدس بتشوفه، وده ما بيحصلش إلا بحتة الالتصاق أو بنقطة الالتصاق اللي احنا بنتكلم عليها. فأنا لازم عشان أبقى ملتصق بربنا يبقى عندي برنامج روحي بيه أنمو مع ربنا، ويبقى عندي التزام. مهم قوي ان انا ابقى ملتزم تحت كل الظروف. يعني مثلا عندي قانون الصلاة، طب انا مسافر، طب لازم تنفذ القانون بتاعك. عندي مثلا صيام هنصوم، وعندي معزوم على عزومة اكل حكاية، هلتزم. الالتزام، البرنامج روحي يعكس النمو في حياتي. يعني في ناس بتصلي مثلا الأجبية بالكامل كل يوم، طب ده لما ابتدى حياته يصلي الأجبية كل يوم؟ لا طبعا، ابتدى ميبي بمزمور، ميبي فلنشكر، وبعد كام سنة من الثبات دخل على باكر، وبعدين التالتة، وبعدين السادسة، وبعدين التاسعة، وهكذا. في ناس بتعمل تسبيحة، نفس الحكاية. كل الناس لازم تنمو، زي ما احنا بننمو عايزين نحوش اكتر، زي ما بننمو في العلم، زي ما بننمو في الدراسة، لازم كمان يبقى عندنا مبدأ ان احنا لازم ننمو في علاقتنا مع ربنا. طيب عايز اقول انه في الاخر خالص الموضوع هو صورة السيد المسيح. صورة السيد المسيح هي نقطة جوهرية في الحياة، وإن هي لازم تكون صورتنا، ولازم إحنا نمتلئ من الداخل بالسيد المسيح عشان نقدر نعكسه للآخرين. ودي بتفكرني بحاجة، مرة أول مرة رحت دير أبو سيفين في مصر، ودخلنا في الكنيسة بتاعت فيلوباتير، فوقفت أصلي، وبعد كده سمعت دوشة ورايا، يعني ببص ورا لقيت في واحدة رهبة جاية، وقالوا أمنا دي هتاخد بسموها إيه؟ الأنبوبة اللي فيها العضو بتاع فيلوباتير، وهتبارك الناس، يعني الناس هتتبارك منها. فالمهم جات الأم الرهبة دي وفتحوا وخدت العضو أبو سيفين. وبعدين أنا بصيت على الأم الرهبة دي لقيت وشها حلو قوي، حلو قوي، مش صغيرة في السن بس جميلة. واو، قلت الست دي وشها منور، حاجة مش، ما كنتش أعرف هي مين. عرفت بعد كده بزمان إن دي كانت أمنا إيريني. فعلا اللي بيعيش مع ربنا بيعكس صورة ربنا، وبيمتلئ من نور ربنا، وبيعيش في سعادة مش عادية. سعادة هي عربون للحياة الأبدية اللي فيه فعلا هنفرح بإلهنا أكتر ما احنا نكون فرحانين بيه هنا. هو أربع نقط اتكلمنا فيهم تحت عنوان صورة السيد المسيح: آمن، اقبل، انكر، التصق. تاني، آمن، اقبل، انكر، التصق. وهنهي بأيتين
الآية الأولى بتقول في كورنثوس الثانية 3:18 بتقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وفي مزامير 17:15 بيقول أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع إذا استيقظت بشبهك، والمجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها. آمين.